مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. اليوم هو اليوم الثالث على التوالي اللي تواجد فيه عدد كبير من اليوتيوبرز العرب بالأردن، تحديدا بالبحر الميت بمؤتمر كلام المدينة، حيث شفنا امبارحة احتفال كتير كبير حضروا العديد من اليوتيوبرز، من بينهم بيسان اسماعيل وغيث مروان ورضا الوهابي وحسين بن محفوظ ورزان ولايف أسارة وصبا شمعة وغيرهم اكتر. والأجواء كانت جدا خيالية، خصوصا لما غنت بيسان اسماعيل على المسرح. أما قمر الطائي فهي مختفية عن السوشيال ميديا لعدة أيام، ودخولها في حالة حزن واكتئاب بسبب فقدانها لحسابها الرسمي على انستغرام، والجمهور عم ينتظر عودتها بفارغ الصبر ويحاولوا الاطمئنان عنها. والأكيد أن قمر رح ترجع قريبا جدا بعد ما تسترجع حسابها وتتفاعل من جديد. والسيلاوي صرح أنه حيدخل في عزلة فترة معينة وما رح يتفاعل لفترة بسبب تعبه وحالته النفسية السيئة هالفترة. أما لانا محمد فاحتفلت امبارحة مع عائلتها واللي قاموا بمفاجأتها بمناسبة تخطي حسابها على انستغرام 2 مليون متابع، فألف مبروك لانا محمد. أما أنس وبيسان فصدموا الجميع وخاصة متابعينهم ومحبينهم مع بعض بعمل أنفولو متبادل لبعض على انستغرام من بعد لقائهم قبل يوم بحفلة أقيمت بالأردن، ومن بعد ما شارك أنس هالستوري على انستغرام اللي علق من خلاله بي الجمال بلا طيبة قلب لا يساوي شيئا، واللي اعتبروا البعض رسالة لبيسان اسماعيل من بعد انفصالهم. فشو رأيكم باللي صار بينهم؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.